رسالتنا هي نفسها اللي حنا تنقولوها من الوقت اللي تفرضت فيها الدورية اللي كتفتقر أول شيء الدستورية والقانونية. لا يمكن أن يحرم المواطن والمواطن مثل نقول المواطن يعني المواطن العادي، لأن المحامين هذا النهار هنايا وكانوا ذاك النهار في الرباط دفاعا عن حقوقهم صحيح، ولكن دفاعا عن حقوق المواطن في الولوج إلى العدالة دون قيد أو شرط. باعتبار أن الدولة اختارت على أن التلقيح يكون إجباري، ما يمكنش المواطن في صفته من مرفق عمومي يتفرض عليه الجواز التلقيح باش يدخل. الأسباب بسيطة، لأن إلى من المعلوم على أن هذا اللقاح هذا عنده آثار جانبية. تصور معايا الحالة اللي أم جاية تطلب النفقة لوليداتها وتمنع من انها تدخل للمحكمه باش 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 تمارس حقها في انها تطلب النفقه، ويقولوا لها خصك الجواز وتمشي تلقح وتموت. ديك الساعه شكون دوك الوليدات غادي يتكلف بهم؟ المساله بهذه البساطه. انا بسط لك المثال باش 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 المواطن العادي يفهم شنو هي الرساله اللي حنا كنهضروا عليها هذا النهار. في مرحله سابقه توصلوا النقباء في مجموعه من 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 المدن، اولا لان كان تعنت من المسؤولين القضائيين في انهم يفعلوا السماح للمحامين بالولوج للمحاكم بدون الادلاء بجواز ديال التلقيح. واكثر من هكا هيئه تبني ملل عندها المقر ديالها داخل محكمه الاستئناف، يعني المحامون ليس فقط محرومون من انهم يمارسوا المهام اليوميه ديالهم داخل المحاكم، بل هم ممنوعون من انهم يولجوا المقرات ديالهم داخل المحاكم. وهذا الشيء فيه انتهاك خطير للقوانين والقوانين بصفه عامه والقوانين المنظمة للمهنة بصفة خاصة. يتواصل النضال من طرف محامون في إطار رفض ما يسمى بجواز فرض جواز التلقيح، وكذلك الدورية الثلاثية المشؤومة. اليوم جينا بني منال باش نساندوا الزملاء ديالنا بني منال، لأن باقي الأصوات ما وصلاش لهذ المنطقة هذه. كنلاحظوا بأن باقي التعنت وباقي بأن كيرفضوا دخول الزملاء إلى المرفق العام، ولهذا جينا كنقولوا أن جهات معينة احتلت المحاكم ومحامون جاوا باش يخلصوا هذه المحاكم من الاحتلال، لان مرفق عمومي لا يمكن توقيفه. حتى قانون الطوارئ في الماده 3 فهو واضح بانه ما يمكنش عطل المرفق عمومي. الناس كدعي على الحقوق ديالها، شكون غيعوضنا؟ واش حنا مستعدين لهيئه الانصاف ومصالحه اخرى من اجل حقوق المواطنين؟ راه صعيبه، الناس رضعت لها حقوق ديالها وصعيب ترد عليها. ومن في دخلات المداوله وكيقولوا بان المحامون راه كيناضلوا من اجل المطالب ديالهم، حنا كناضلوا من اجل المواطن، لان المحامي هو صوت المواطن وصوت الشعب، لانه ما يمكنش يسكت. اليوم جينا كاين فينا مريض كذا، هذه مسائل كلها وتعبنا عن السفر باش نبينوا بصوت واحد لا لفرض جواز التلقيح، لا للدوريه المشؤومه، لا اللي كنقولوا حنا السلطه القضائيه. كنا ناضلنا باش تكون السلطه القضائيه مستقله، كنلاحظوا بان ما تراجعت على الاستقلال ديالها ومستخطير بمرفق عام ومرفق الدستوريه بدوره الحق والقانون بالاساس. حنا المهم عندنا هو الدوله، لان الدوله فوق كل اعتبار، وما نبغيوش يتحسج علينا بان رجعنا الله سنين طويله. زيارتنا لبني ملال وتآزرنا مع المحامون في بني ملال كان على أساس أنها كنشوفوها هي النقطة البيضاء اللي بقات، على أساس أنه الصمود أمام رفض هذا الجواز ديال التلقيح لخصوصية مرفق العدالة، على أساس أن مرفق العدالة لا يشبه أي مؤسسة عامة خارج في المؤسسات العامة ديال الدولة، على أساس أن المرفق ديال العدالة هو أنه يلجأ إليه من أجل الحصول على الحق أو من أجل دفع التهمة أو دفع اتهام معين. إذن بالتالي لا بد أن تكون مرفق العدالة أو المحكمة مستثنات من هذا النوع ديال فرض اللقاح، فرض جواز تلقيح، لأن المحكمة لأن قصر العدالة لا في جميع دول العالم تم استثناؤه لهذا الأصل، لأنه هي التي يمكن أن توازى فيها بين الحق حق الدولة في العقاب وبين حريات وحقوق المواطنين. إذن بالتالي لا يمكن تطبيق هذا النوع من فرض هذا الجواز التلقيح على بنايات المحاكم وقصور العدالة، لأن الأمر يتعلق بحقوق الناس، وأن حتى في مثال معين أنه حق أي شخص معين لو كان ضايع عليه ولجأ إلى القضاء وكان الإثبات الوحيد اللي كان عنده هو أنه شخص آخر اللي يثبت له إما البراءة دياله من جريمة قتل أو الوصول للحق دياله هو يتوقف على شهادة شاهد، وهذا الشاهد لا يتوفر على جواز التلقيح، إذا ضاع حقه. والآخر أنه
لفقت له تلك التهمة بالقتل، وبالتالي هناك ضياع حقوق، وبالتالي هذا هو الاستثناء الذي يجب أن يعلمه الجميع وتعلمه المواطنين.